تطبيق خطة الهروب للهارب. الهارب نفسه يرجع، نفسه يبقى معاك، نفسه يعني ربنا كده ينزل معجزة من السماء ويغير في الأحداث عشان يرجع لك. طيب هو بيفكر في ايه دلوقتي، وازاي عايز يرتب خطة الهروب علشان انت كمان يا مطارد تبقى جاهز، سواء هو هيجي بشكل مستقيم او هيجي بالحلزونة يما الحلزونة. خلينا نبقى عارفين. معاك روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الجلسات او استشارة في اللايف كوتشنج بيكلمني على الفيسبوك والانستجرام، اللينك في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. المطارد المتشافي او اللي لسه في طريق التشافي واللي طبق فترة الاختفاء وقرر ان هو يختار نفسه بعد ما هو ما لقاش اي تغيير في العلاقة خالص، مفيش اي حاجة بتحصل، مفيش اي خطوات جدية، مفيش اي upgrading كده في العلاقة، ما حدش خدها كده للنكست ليفل او في المرحلة الاخرى. قرر ان هو يبعد، قرر ان هو يختفي. وايه اللي حصل؟ عجبته العزلة قوي، حس ان هو تحرر، حس ان هو اتبسط، بقى شايف كده الموضوع من بره، واللي هو انا ايه اللي دخلني اصلا في العلاقه دي؟ ابتدى يقول لنفسه كده، ابتدى يقول هو ايه اللي خلاني اصلا اتنازل واجري ورا حد ما كانش معبرني ولا كان حتى عمل اي حاجه عشان. ابتدى يقول لنفسه كده، انا اصلا لو احترمت كبريائي واحترمت نفسي وما تنازلتش وما تواضعتش مع اي حد ما كانش ده هيبقى الوضع. ابتدى يقول لنفسه كده، يعني ايا كان هو كان بيقول لنفسه ايه، هو حاسس بسلام نفسي، حاسس انه مبسوط، حاسس انه هادي، حاسس ان كرامته رجعت له. لو انت يا هارب مش هتديني كرامتي وبرستيجي ووضعي في العلاقة بما يرضي الله، انا هدي نفسي البرستيج ده، وانا اللي هدافع عن كرامتي، وانا اللي هدافع عن كبريائي، وانا هرجع استحقائي بنفسي، وانا هختار نفسي. Guess what؟ هو هدي، هو ما بقاش بيفكر في توأمه زي الاول. حتى لما بتجيله رسائله من توأمه يا ما بيردش يا اما بيتجاهلها، ممكن يستقبلها بس ما بيردش. اوكي، عنده فكرة ايه، انا تقبلت الوضع، وانا تقبلت مش هقولك الهزيمة بس انا تقبلت ان انا ما وصلتش لحاجة في العلاقة. اوكي تمام، مفيش مشكلة، خيرها في غيرها. الطاقة دي مع فرطة الهارب مع فرطة بجد بمعنى حرفي، تعبان جداً، مش عارف يعمل ايه، هيتجنن، بيحلم بكوابيس، عمال يحلم بيك، انت في باله طول الوقت. فاكرين لما كنا بنقول انت لما تبعد طاقتك بتجبره على الصحوة وبتفعل عنده الألم وبتعرف عنده قيمتك؟ انت لما عملتها صح المرة دي وبفضل الله الطاقة بجد في شهر 4 وطاقة رمضان يا جماعة طاقة رهيبة، اجبرت الهارب على الصحوة واجبرته على ان هو يعي بالحقيقه. والهارب اللي وصل للنتيجه دي للمطارد اللي بعد، المطارد اللي انفصل عن توأمه، انفصل بقى ده اللي هو ايه يعني بست كده بخ كده انا اختفيت. انت لما بتبعد طاقتك، علشان تبقى فاهم، لا انت لما بتبعد طاقتك عن شخص في العموم يعني هو بيحس ان انت مش موجود فيبتدي يدور عليك. طب تخيلوا بقى انت بتعمل كده مع توأمك مع الهارب، اللي هو في تبادل طاقي وتبادل افكار وفي تخاطر وفي احساس من جوه والروح واحده والكلام ده كله.
هو متأكد ان انت ما بقتش بتحبه زي الاول، ان صورته تهزت جدا في عينيه، في عينيك انت. انا عندي مشكلة في الضمائر على فكرة، انا لازم اعترف بالموضوع ده. مهم، صورته تهزت جامد جدا، ما بقتش بتشوفه زي الاول، ما بقتش هو اولى اولوياتك واهم احتياجاتك واعلى اهتماماتك. لا، مع الموضوع ما بقاش كده، ما بقاش زي الاول خالص. عارف ايه؟ انت كنت مكبره جامد جدا جدا جدا، وعارف انت لما بتنفخ حد فهو اول حاجة بتفرقع في وشك، فهي فرقعت خلاص يعني ماشي. احلى حاجة يا جماعة فكرة الرضا او الاكسبتنس او القبول، او فكرة ان انت متقبل الوضع. انت بجد انت صبرت كتير جدا 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 واشتغلت على نفسك كتير جدا يا مطارد، بجد بجد تحياتي، وربنا يا رب يقويك وتستمروا والثبات يا رب على الموقف ده كده. عارف ده بقى وقت الحصاد ان شاء الله. انت تعبت شهور وسنين، بجد انت تعبت، وده وقت بقى ان انت تاخد النتائج، ووقت كده تبادل الادوار، وقت بقى كده ايه تحط رجل على رجل كده، والبوب كورن الجميل على رجلك، والنضارة السري دي، وتتفرج بقى على شقلبة الهارب. الهارب حرفيا متشقلب. انا لما بتكلم كده مش فرحانين فيه او شمتانين او بنقول احسن، لا، فكرة انت ما قدرتش الجوهرة اللي في ايدك، فانت لما رميتها حسيت بالخسارة، فانت دلوقتي عمال تدور فيه، هو انا رميتها فين؟ انا لازم اخدها، انا فعلا خسرت. ده احساس الهارب. يعني عارف، ما طبيعي، هو نصرة للمطارد، وطبيعي المطارد لازم يفرح بالنصرة دي، ده حق ربنا يعني. المهم، الهارب بقى فعلا حاسس بالخسارة، وحاسس بالندم، وحاسس بالحسرة. يمكن بتعرض عليه علاقات حب جديدة، او الاهل الهارب مثلا جايبين له عروسة او عريس، زي ما احنا بنقول في مصر كده، اللي هو ايه، زي جواز صالونات، عايزين يجوزوه او حاجة. هو مش متقبل، هو كل اللي في دماغه ازاي يرجع لتوأمه، ازاي يدخله في حياته، ازاي يهيئ حياة الهارب ان هو يسمح بوجود توأمه، علشان اكشلي ان حياة الهارب دلوقتي رأسا على عقب بايظة، الدنيا بايظة تماما، اهله قلبين عليه، في ضغوطات رهيبة عليه. هي الفكرة كلها بقى صراع قوة، انت هتكسب يا هارب ولا العائق هو اللي هيكسب، او الطرف الثالث اللي هيكسب، ايا كان مين الطرف الثالث. وعايزة اقولك، لو هو كان الطرف الثالث ده مركز معاه ايراد، هو في الطاقة دي مركز معاه 24 ايراد. فعلا الضغوطات قوية جدا على الهارب. انا عمري في حياتي في ولا فيديو استقليت او قلت ان الهارب بيكذب في موضوع العائق، او بيكذب، او مثلا استقليت بكمية التحديات اللي في حياته. انا متأكدة وعارفة كويس جدا ان التحديات اللي في حياته مش هينة، مش هينة حرفيا. بس انت لازم تسأر لنفسك، لازم تسأر لحياتك، لازم تدافع عن كرامتك. زي ما المطارد اختار نفسه، انت كمان يا هارب لو اخترت نفسك هيتم الاتحاد على خير، عشان انت هتبقى متشافي والمطارد هيبقى متشافي، وانتوا الاتنين هتفقدوا الالقاب بقى خلاص، ويتم الاتحاد، وانتعيشوا بقى. كفاية بقى يعني، كفاية بقى، اتعلم الدرس بسرعة كده وانجز نفسك، علشان ايه؟ كفاية تضيع وقت. life is too short. يعني مش هقول لك سنه في حياه توامك، انت بجد يوم لما انت بتعيش مع توامك كده، ولا كام ساعه كده بتعيش مع توامك، انت قلبك بيرفرف. وعلى فكره حب الهارب لا يقل عن حب المطارد، ويمكن اعلى. وخلي بالك من نقطه، مهما الهارب ادى ماسكات وادى حركات وادى ماسكات قوة، هو من جوه لو انت بتعرف فعلا فاهم توأمك صح، وبتعرف تشوفه من جوه صح، وبتعرف تلمسه وبتلمس قلبه من جوه صح، انت عارف متأكد ان هو اضعف بكتير قوي من اللي هو الشو والفيلم اللي هو بيحاول يظهره قدام الناس. طيب هو عايز يرجع ازاي؟ احنا خلاص تأكدنا ان هو عرف الحقيقة،
والأقنعة ابتدت تتكشف مع الطرف الثالث، وان هو عايز يحط خطة رجوع لتوأمه علشان تأكد وبقى على يقين ان هو ده حله الوحيد وهو ده سعادته الوحيدة. هو عايز يرجع ازاي؟ طب انا هديك ثانية كده تفكر، هو الهارب لما عايز يرجع هيرجع ازاي؟ صح، انت صح، هو فعلا عايز يتفادى المواجهة، وعايز هو ما بقاش عنده يعني اعتراض ان هو يواجه، وان هو يعني ياخد كلمتين منك او انت تعسفه، يعني هو متأكد من ده، هو بس عايز يتفادى قوة البوكس والكيك بوكس والحاجات ديت منك. يعني عايز ايه؟ مثلا يبعت لك حد كده يهديك، يقول لك حمادة عايز يرجع، ما تروق كده وشوف هو عايز يعمل ايه، وقعد اتكلمه، حمادة بيحبك، حمادة عايز كذا. طبعا الكلام على الهرب والهربة يعني، طبعا اكيد. ف فالموضوع بقى ايه، عايز يرسم خطة ان هو يرجع لك من غير ما تشوطه، من غير شفت، ما انا قلت لك عرفت ان انت هترجع، شفت حقيقة الطرف الثالث، ما هي كانت اصلا ستة عمالة تسحر لك وعمالة تعمل لك وانت وانت. هو مش عايز المواجهة دي، وعارف ان هو هيبذل مجهود كبير قوي ان هو هيسترجعك، علشان هو اول مرة في حياته يحس ان هو فقدك بجد، اول مرة يحس ان مشاعرك اتغيرت بجد، اول مرة يحس ان هو ان انت مش مضمون في ايده زي الاول، علشان هو كان ضامن وجودك وعارف ان انت اللي متعلق بيه، وعارف ان انت هتفضل تلف وتدور حواليه، وده اللي كان بيزيد غروره ويزيد انانيته. يعني انا لقيت حد بيحبني، انا لو حد طبيعي حد سوي بصراحة، يعني معلش باحترامي للجميع، هقدر النعمة وهتعامل معاه بما يرضي الله، علشان احنا الاثنين نبقى مبسوطين، وين وين سيتويشن كده، زي ما بنقول في البيزنس، لو انت تبقى مبسوط وانا مبسوطة، دي اي علاقة متوازنة صحية. لكن هو عمل ايه؟ ما انا اصلا جامد جامد جدي، اصلا اصلا قمر، اصلا اصلا فظيع، فزاد غروره وزاد انانيته، واعتبرك موجود ده بشكل مضمون ومستحق، وان انت عمرك ما هترجع هتبعد علشان انت متعلق فيه يا حرام. بس الهارب لما قرر انه المطارد لما قرر ان هو يبعد اختفى، انا ما بعدتش عادي، انا اختفيت. فهو بقى اللي عمل ايه، حس بقى ان هو اللي متعلق في العلاقة، وعرف ان هو بيحبك وبيحبك من اول يوم اصلا، هو مش حب جديد، هو بس بيكتشف، هو بس بيكتشف مشاعره وحقيقته، وعمال يضرب نفسه، عارف اللي هو عمال يشتم نفسه، انا اصلا حمار ان انا عملت فيه كده، انا اصلا انا اللي وصلت المرحله للمرحله البيضة دي، انا اصلا عمال يضرب نفسه بميت حاجه وحاجه ان هو زودها، وغروره صور له حاجات مش حقيقيه، وان انت هتفضل قاعد تحت رجله. لا يا حبيبي، انا بعرف امشي كويس قوي. انت كمطارد ان شاء الله زي ما اتفقنا قبل كده، علاقة توأم ان شاء الله علاقة قدرية، انتوا الاتنين هتفضلوا في حياة بعض، هتفضلوا في قلب بعض، هتفضلوا طول الوقت ان شاء الله حتى الموت، بعد عمر طويل في صحة وعافية وفي طاعة ربنا. الفكرة كلها كرامتك، الفكرة كلها ان هو يرجع بشروطك، الفكرة كلها ماشي هتلاقوا ارض مشتركة، انت تتنازل شوية وهو يتنازل شوية، تشوفوا هتمشوا حياتكوا ازاي، بس حافظ على كرامتك دي، ملهاش يعني مفيش حاجة اسمها ما فيش كرامة في الحب، لا في كرامة في الحب وفي كرامة في كل حاجة، مفيش الكلام ده. انت لو مش شايف نفسك انك تستحق الكرامة، انت ليه متوقع من اللي قدامك ان هو يديك كرامتك؟ انا فاهم ازاي، انت اللي بتحدد سعرك في السوق، انت اللي على المستوى المهني، انت اللي بتحدد الناس بتتعاملك ازاي، انت اللي بتحدد الناس تحترمك ولا لا، انت اللي بتحدد. طبيعي جدا يعني هطلب من المطارد ان هو ما يأفورشي، وان
ان يستقبلوه زي ما احنا اتفقنا كده في خطة الرجوع لما يرجع بهدوء، وتعامل بفريندلي بس مش بود، يعني فريندلي دوت اللي هو بيسلم ارد السلام، عامل ايه، الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه، انت كنت فين، والله في الدنيا الواسعة، انت ما انت اخبار كده، لكن زي اي معرفة. هو بقى هيسترجعك انت بقى، شوف بقى وقعد اتفرج كده، هو هيقنعك ازاي انك ترجع، وهو هيقدم لك ايه، وخد وقتك، ما فيش حاجة اسمها هرد حالا وقول له اه ولا لا، ما تاخد وقتك، طب سيبني فرصة افكر في اللي انت قلته، واستخير وقعد فكر واستشرني واستشر الناس اللي في الجروب وفكر، خد وقتك، مش هو خد وقته سنين وايام، ما تاخد وقتك انت كمان، انا لازم اقول له اه خلاص انا موافق، لا انا مش، لا خد وقتك. بحبكم على فكرة جدا قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.